ينفعش بتجيب المسمار روح اعملوه. لا انا اروح للكبير اقول له انت بتجيب ايه؟ يقول لي بجيب المسمار. اقول له اهل ناس. يعني اذا النهارده عشان اعمل الصناعه المغذيه دي لازم ابدا من الكبير واديله حوافز بصوره او باخرى هو اللي هيخلق الصغير. احنا عندنا امل لكده واعتقد في طقم كبير معانا اشتغل الفتره اللي فاتت على كده. وكون النهارده في جلسه تتسمى التمويل والمشروعات الصغيره ده توجه. يعني في توجه للدوله فعلا لما يكون في جهاز انشئ ويعمل وبطاقه ده اتجاه دوله. يعني اذا في حركه بتتم. كنا 20% بنوك اتجاه دوله. طيب هل احنا وصلنا اللي احنا عايزينه؟ بالطبع لا، وعمرنا ما نوصل اللي احنا عايزينه. انت وانت عايش طموحك بيكبر وهكذا. بس هي الفكره في الاخر دوله زي مصر دوله كبيره وقديمه وراسخه قوي. دايما الحاجه الكبيره دي لما بتيجي تتحرك المومنتم بتاعها بقى تقيل، فالحركه بتاخد وقت. بس احنا اتحركنا، اتحركنا وان شاء الله اللي جاي احسن.